ورشة نسائية بامتياز تقوم على تدريب الفتيات والنساء على مهارات إصلاح الهواتف المحمولة في قطاع غزة، ليتمكن من فتح مشاريعهن الخاصة وتحقيق مصدر خاص للدخل في ظل صعوبات الحياة. في قطاع غزة يعاني نصف السكان من البطالة وفق الأمم المتحدة، وتشكل النساء النسبة الأكبر من بين العاطلين عن العمل والأكثر تضرراً بالأزمة. اللي بخلينا إنه بدنا التدريب علشان أنا يكون عندي دخل مادي صراحة، لأنه أنا ما عندي دخل مادي، تخصصي مش جايب نتيجة في البلد هذه أو ما إله سوق عمل، فاتجهت للمهني، حاولت إني ألاقي ما إشي إني أبدع فيه، فلقيت صيانة الجوالات، فصيانة الجوالات حسيت إنه الدنيا بتتطور والتكنولوجيا بتزيد وكل الأطفال والنساء والسيدات الكبار بالسن كلهم معهم جوالات، فهذا الإشي مربح. خروج النساء من سوق العمل وتشكيلهن النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل ليس الشكل الوحيد للتحيز وانعدام المساواة بحق النساء، ولا يقتصر المشهد على قطاع غزة، حيث تؤكد الأمم المتحدة استمرار التراجع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين عربياً وحول العالم. وتشير أحدث تقارير المنظمة الأممية إلى أن أكثر من نصف سكان العالم ما زالوا يعتقدون أن الرجال يمكنهم أن يكونوا قادة سياسيين أفضل من النساء، وأن للرجل حقاً أكبر في الحصول على الوظيفة من المرأة، وأن النساء لا يمكنهن مجاراة الرجال في الكثير من المهن والقرارات. هذه الاعتقادات المغلوطة وغير المبنية على أي أسس علمية وفق الأمم المتحدة تكشف وبشكل واضح أن التمييز ضد النساء لم ينتهي بعد، وأن الأحكام المسبقة ما زالت تسيطر على عقول الرجال والنساء على حد سواء، وهو ما خلق عقبات في وجه النساء حالت دون تمكينهن في مختلف المجالات، وأدت إلى ضياع حقوقهن في أنحاء كثيرة من العالم. العقود الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مجال القوانين التي تنصف النساء، وتمكنت المرأة من إثبات نفسها في مجالات مختلفة في المجتمع بحالات السلم والحرب، لكن التقارير الأممية تؤكد أن النظرة الذكورية للمجتمع ما زالت المسيطرة، وأن الاعتقاد الخاطئ بعدم أحقية النساء يؤثر على المجتمع ويعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.